الأيام كتقريك وتعلمك وتوريك الخيب واللي مزيان لي. فأنا اليوم اقتنعت بأن الحياة ليست سوى امتحان، وكل واحد في آخر المطاف غادي يهز ورقته معاه، وكاين اللي نجح وكاين اللي غادي يسقط فيها. فالأفعال والأعمال ديالك هي اللي كتهضر عليك قدام الناس، نقدر نقوله هي مرايتك، تقدر تعطي لك صورة زوينة، تقدر تطيحك قدام العالم والدنيا والناس اللي كنشوفوهم والمشاكل اللي كنواجهوهم. فما هي إلا دروس مجانية كتوهبهم لنا الحياة باش نستافدو وباش نتعلمو منهم.